احنا قبل قليل سمعنا خبر استشهاده بعد ان كان في العنايه المركزه. سلسله من الادانات والشجب والاستنكار جاءت بعد حادث الاغتيال الجبان الذي تعرض له الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي في البصره، حملت فيها الحكومة مسؤولية دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحفيين وضمان قدرة الناشطين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية. العشرات من الإعلاميين بمحافظة كربلاء خرجوا لإدانة هذه العمليات المنظمة التي تطال الصحفيين والنشطاء المؤيدين للإصلاح في العراق، مطالبين بالكشف الفوري عن الجنات. وبحسب مفوضية حقوق الإنسان فإنه منذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول العام الماضي تعرض العديد من الناشطين والصحفيين إلى القتل أو الاختطاف على يد مسلحين مجهولين، معتبرة جميع هذه الأفعال انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان وحرية الرأي والتعبير. لذلك لابد للحكومة والقوات الأمنية من ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.